أحسن الله إليكم. أم عامر من تبوك تقول: ما أسباب السعادة في الحياة وما علاج الهم والغم والحزن؟ أسباب السعادة في الحياة العمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو سبب السعادة في الحياة، العمل الصالح واليقين والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والثقة بالله، ويعالج الهم والحزن والوساوس بذكر الله عز وجل، بالورد في الصباح وفي المساء، بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، يكررها 3 مرات بعد آية الكرسي في الصباح وفي المساء، وكذلك بعد الصلوات المفروضة، لكن إنما يكرر السور في بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، وأما في بقية الفروض فيكفي مرة واحدة كل سورة، وبهذا يذهب عنه إن شاء الله ما يجده. نعم.